السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أقدر أصمم شبكات للموقع العام صرف ومية وحريق وكهرباء والمنهيل ببرنامج ريفت ولا برنامج مخصص للشغل دوت؟ وهل في برنامج مختص بالشغل ده غير ريفت؟ طيب، لو أنت عايز تعملهم لفيلا فيلتين لمنطقة صغيرة كده، الريفت هيعمل لك الموضوع دوت، مفيش أي مشكلة خالص. يعني عبارة عن مواسير هتمشي بيها، هتبدأ تحط الفاميلي بتاعتك. انما لو انت بتعمل لمدينه كامله، اولا في مشكلتين. المشكله الاولى ان الريفت ليه حدود معينه، اكتر منها بيروح يبدا يضرب معاك، يعني عدد معين من الكيلومترات بعد كده بيبدا يضرب. المشكله الثانيه الا وهي ان انت مش هتقدر تطلع بروفايل، يعني الريفت ما فيش ان انت تيجي تعمل حسابات بتاعه الشبكه، فهي دي هتبقى المشكله الثانيه. فالافضل ان انت تروح لبرنامج تاني زي مثلا سيرفس 3 دي. في برامج كتير جدا في الشغل اللي هو الشبكات تبع بنت اللي عامله بعض البرامج الكويسه جدا، فهتلاقي برامج كتير جدا تقدر تعمل الموديل للمباني على الريفت او الاركيكاد او اي برنامج، وبعد كده تجمعهم كله في برامج من البرامج المتخصصه في الشبكات.